السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح تسديد العراق كافة تعويضات حرب الكويت البالغة 52.4 مليار دولار. وقال صالح لشبكة رودو الإعلامية يوم الجمعة العاشر من كانون الأول 2021 إنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر عام 1991 ذم العراق بدفع كامل التعويضات عن حرب الكويت، مبينا أنه منذ عام 1996 عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة والعراق وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، بدأ العراق يدفع التعويضات بنسبة 30% من صفقات النفط المصدرة. لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة UNCC كانت قد قررت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 629 و687 الصادرين في العام 1991 تعويض الكويت عن الأضرار التي ألحقت بها نتيجة احتلالها من جانب نظام البعث الحاكم في عهد صدام حسين وادخال العراق ضمن طائلة البند السابع. وأضاف أنه وبعد سقوط النظام السابق في عام 2003 صدر قرار مجلس الأمن 1483 المتضمن تحديد لية الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي بنسبة 5% تسدد للكويت، مشيرا إلى أن هذه الآلية استمرت إلى عام 2015 حيث توقف دفع التعويضات بسبب الظروف الاقتصادية والحرب على تنظيم داعش. صالح إضاف أن هذه الآلية استؤنفت في عام 2018 مردفا أن آخر التعويضات في هذه السنة تم تسديدها وكانت بواقع 3% من كل برميل نفط عراقي مصدر، مبينا أن العراق سدد في الأيام الثلاثة الماضية كامل تعويضاته للكويت البالغة 52.4 مليار دولار منذ عام 1996 لا قبل ثلاثة أيام. وفي الثاني من شهر تشرين الثاني الماضي أعلنت السفارة العراقية في الكويت أن بغداد سددت 490 مليون دولار كدفعة أخرى من التعويضات عن احتلال الكويت. ورأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية أن الأيام المقبلة ستشهد غلق هذا الملف تماما، كما أن هنالك أجراءات دبلوماسية سيقوم بها العراق للخروج من الفصل السابع، مرجحا أن تنهي الأمم المتحدة خلال شهر شباط أو ذار المقبلين هذه الملفات جميعها ليكون العراق في وضع سليم ينتقل فيه من الفصل السابع فصل الحرب والعدوان إلى الفصل السادس الذي هو السلام. صالح أكد أنه لا توجد تعويضات أخرى يسددها العراق إلى أي دولة أخرى، منوها إلى أن التعويضات التي سددها العراق إلى الكويت هي مثبتة في قرارات مجلس الأمن الدولي، ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات قسرية في حال كان السلام مهددا، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة. ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية. وحصلت الكويت في عام 2000 على أكبر دفعة من التعويضات بلغت 14.7 مليار دولار كتعويض لشركة نفط الكويت عن الأضرار التي ألحقت بنفط الكويت وإنتاجه وبالحقول النفطية.